أهلا بيكم في قناة إيميون. النهاردة هنعمل لحمة بالثوم والزعتر، هنشويها في الفرن وهنعرف سر المحلات في إن احنا نعمل لحمة مستوية وطرية كده وما تكونش بتشد زيادة عن اللزوم، تكون طرية كده وبتدوب من جوه. هنحتاج كيلو لحمة بقري، أنا هستخدمها على شكل قطعتين كبار سلام، مش هقطعها، وده أنا شايف إن هو هيكون أفضل، بس لو حابين إن انتوا تعملوها مكعبات برضو ينفع، مفيش مشكلة. وهنحتاج زبدة، من المحلول الملحي هنحتاج لتر ونص مية وكمان لتر ونص مية وربع كوباية ملح. للتتبيلة هنحتاج فلفل اسود وسكر وزعتر وثوم مفروم وزيت زيتون. هحضر المحلول الملحي، هحط لتر ونص مية وعليهم ربع كوباية ملح واقلبها لغاية ما الملح يدوب تماما في المية. الخطوة اللي احنا بنعملها دي هي الخطوة اللي بتستخدمها المطاعم علشان توصل للحمة طرية جدا وما تكونش بتشد واحنا بناكلها. واحط جوه المحلول ده قطعتين اللحمه، واحطها في التلاجه من نص ساعه لساعه. بعد ما اطلعها من التلاجه اصفيها كويس جدا من الميه، وهحط لها لتر ونص من الميه. المره دي بقى مش هنضيف ملح، الخطوه دي علشان احنا نمتص الملح الزياده اللي اللحمه شربته وعشان متبقاش حادقه قوي واحنا بناكلها. وبعدين هنقعها ربع ساعه. بعد ما نقعها ربع ساعه هصفيها من الميه كويس جدا وهبتدي ان انا اتبلها عشان اجهزها للسوا. هحط لها زيت زيتون، رشه سكر وفلفل اسود وزعتر، احط زعتر كمية كافية يعني عشان هو المكون الرئيسي معانا في التتبيلة، وثوم مفروم برضو نستخدم كمية وفيرة كده من الثوم المفروم بحيث ان هي تبقى مغطية كل اللحم تقريبا. اقلب التوابل كده في اللحمة واتأكد ان انا مغطية كل جزء من اللحمة بالتتبيلة كلها. ممكن لو حابين ان احنا نسيبها في التتبيلة 10 دقايق مفيش مشكلة، لو مستعجلين بقى علشان احنا برضو نقعناها كذا مرة قبل كده فممكن الوقت ما يكفيش ان احنا نسيبها في التتبيلة، مفيش مشكلة ممكن ان احنا نحطها على طول في الفرن. هجيب صينية وهدهن فيها شوية زيت، وهحط قطعتين اللحمة، ولو في أجزاء من الثوم والتتبيلة لسه موجودين في البولة بتاعتنا ممكن إن احنا ناخدهم ونحطهم كده فوق اللحمة نستفيد بطعمهم. هحط مكعب زبدة على كل قطعة لحمة
الزبدة دي لما بتدوب واحنا بنسوي اللحمة كده بتخش جوه اللحمة وبتديها طروة، وفي نفس الوقت بتضيف لها طعم مميز جدا. ودخلها فرن 190 سلزيس لمدة 40 أو 45 دقيقة لغاية ما نلاقيها من بره أخدت لون الشوي. هطلعها من الفرن وهغطيها بالفويل وأقفله كويس جدا، وبعدين هرجعها الفرن تاني 10 دقايق بحيث تكمل سواها. وبعدين ممكن احنا نعمل لها اختبار التسوية براحتنا، ممكن احنا نقطع منها حتة كده نشوفها وصلت لدرجة السوى المناسبة ولا لسه محتاجة وقت شوية. هحطلكوا في صندوق الوصف رابط لصوص بيبقى حلو جدا مع الطريقة دي من اللحمة، تشوفوا طريقته بيتعمل ازاي. ممكن احنا نعملها معاها ونقدمها معاها، هتبقى حاجة جميلة جدا. شايفين وانا بقطعها اللحمة طرية ازاي، من جوه ما بتشدش خالص وناعمة جدا. الخطوة اللي احنا عملناها بتاعة النقع دي هي اللي بتستخدمها المطاعم علشان توصل للنتيجة الحلوة دي في اللحمة. وبكده تبقى خلصت وصفتنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة.